تنسون عام 1907. أوصيكم وأنتم وأبنائكم لا تنسون 1907. مؤتمر آخر نجني ثماره المرة الآن عام 1907، دعا له رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت اسمه كامبل بانرمان، دعا سبع دول أوروبية ليست من بينها ألمانيا، دعا سبع دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار. فيسأل السبع دول، يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير، لكن هل تريدون البقاء على القمة أم تريدون بالفعل مواصلة السقوط؟ فإذا بالإجماع يقول لا نريد البقاء على القمة. وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي، كل الوفود، كل فرد أخذ بلا شك خريطة الوطن العربي. فإذا بيسأل كامبل بانرمان استلمتم الخرائط؟ قالوا نعم، ويدوا يطلعونها يعني. فإذا بيقول هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا، هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة، يتقاتلون على قطرة ماء، لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة، يمتلكون ما لا نمتلك، كلهم إلا بعض الأقليات البسيطة كلهم يتبعون دين واحد، لغة واحدة، بينما في أوروبا عشرات وعشرات المذاهب. يقول من يذهب من الكويت إلى نواكشوط ما يحتاج مترجم، يتكلمون لغة واحدة. شوف المساحة الشاسعة، هذه المنطقة تشرف على أوروبا من الشمال وعلى أفريقيا من الجنوب وعلى شبه القارة الهندية وعلى آسيا. هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك، المواد الخام اللي يحتاجها الغرب. هذه المنطقة تستطيع أن تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز، باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق. فإذن هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة إن نهضت، لأنهم كما قال لا يحتاجون إلا لقيادة صالحة، بس قيادة صالحة، متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الأمور، لأنهم لديهم كل مقومات النجاح. فإذا بالسؤال ماذا نفعل، أنا أتمناكم إخواني والله لو إحنا ندرس المادة خلناكم تقرؤون كل مقرراتهم، خلونا نفهم شو اللي صار ضدنا. إذا بهم يصلون كما قلت لكم إلى ثلاثة أمور، يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، ما سموا إسرائيل، الأوراق عندي ما قالوا إسرائيل بالإنجليزي وبالعربي، لكن ما قالوا، قالوا جسم غريب. هذا الجسم الغريب له ثلاث أهداف، الهدف الأول أن يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، الثاني أن يكون ولاء أهل الغرب، الثالث وهو المهم، الثالث وهو المهم أن يجعل المنطقة في حالة لا توازن، لأن التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة، ونحن نريد أن نخلق أجواء تمنع نهضة الأمة، إن نهضت فستأتي على حسابنا. هذا الكلام في مقررات، إذا ما قرأناه هذا خطأ نحن. فإذا بالغرب بالفعل يقرر إنشاء جسم غريب له ثلاثة أهداف، يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، يكون ولاءه للغرب، ويعطل نهضة الأمة العربية. ليه ما قرأنا هالمقررات من عام 1907 أحبابي، من عام 1907 ما قرأنا هالمقررات؟ والله لو الأمر بيدي نقررها على طلابنا في كل المراحل. نحن إلى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذاك المؤتمر، بينما الذي عرف عنه اليهود. فإذا باليهود بقيادة حاييم وايزمان يذهبون إلى بريطانيا أم الخبائث وإلى ألمانيا وإلى كل الدول، وأول ما ذهبوا طبعا للخلافة التركية، لكن منعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان. فإذا بهم يقولون قرأنا المقررات، إيش رأيكم إحنا نكون الجسم الغريب، نعاهدكم إن ولاءنا لكم للغرب، بس بشرط
ما تتركونا، كل ما نطلبه منكم أعطونا إياه. لنا دور واحد، تعطيل نهضة الأمة. يكفيكم؟ قالوا يكفونا، يكفينا ذلك. فاللي تراه أنت الآن هذا عقد بينهم، أننا نعطل نهضة الأمة، نجعل الأمة في حالة لا توازن، لأن التوازن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد النهضة، ونحن لا نريد هذه النهضة. فإسرائيل لا تريد أن تخسر كثير، تعالوا أنتم ما نقوم بدوركم. فلا يمكن تسمح لأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي دول دي بهزيمة إسرائيل، لأن هزيمة إسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 1907.